مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم حلو كتير سهلة وبسيطة، وهيدي الحلو بعتقد اغلب الاولاد اكلينها هن والصغار، بس انا ضفت عليها نكهة النسكافيه. كتير كتير بسيطة وسهلة هيدي الحلو، عن جد عن جد كتير طيبة. مثل ما قلت لكم اولاد كتير اكلينها لهيدي الحلو هن والصغار. قد ما من الحلويات السهلة كتير كانوا أهلنا يعملوها، بس أنا ضفت عليها نسكافيه. هيدا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حطينا كوبين حليب، ضيف سكر ملعقة، اثنين، ثلاثة، ثلاث معالق طعم سكر، نشا ملعقة، اثنين، ملعقتين نشا، كاكاو ملعقة، اثنين، ملعقتين طعم كاكاو، ملعقة صغيرة نسكافيه، قهوة سريعة الذوبان. حركوا تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد الخليط عنا بهيدا الشكل منطفي الغاز. عندي بسكوت، اي بسكوت متوفر عندكم بتقدروا تستعملوه. حط بأرض الصينية بسكوت، انا راح استعمل هيدا بسكوت. حط شوكولا، بوزعهم على البسكوتات. كمان بحط بسكوت شوكولا. نفس الشي بوزعهم على البسكوتات. كمان هيدي اخر طبقة شوكولا. هلا بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد اقل شي ساعتين. هيدا الحلو بعد ما جمدت منيح بالبراد، هلا بدي رش على الوجه كاكاو. هذا الشكل النهائي. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي حبايبي.